من صحيفة الاتحاد نرحب بكم في برنامج الخلاصة ونستعرض معكم أبرز الأحداث المحلية والعالمية. فتح باب الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين اعتبارا من أول يناير المقبل. الخارجية توفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في الخارج عبر مذكرة تفاهم مع شركة انترناشونال SOS. الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تصدر رخصة مناولة وتخزين الوقود بالوحدة الرابعة في مشروع براكة وتراجع طلب رخصة التشغيل. وزارة الاقتصاد تطلق برنامج سكيل أب فرانشايز بالشراكة مع امتياز لتعزيز استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الفرانشايز. مصرف الإمارات المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة الذكرى 50 لإنشاء ميناء زايد والعاشرة لافتتاح ميناء خليفة. هيئة أبوظبي للدفاع المدني تؤكد جاهزية فرقها ومراكزها لاستقبال العام الجديد مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ. إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، ونترككم على أمل اللقاء غدا مع لقطات اقتنصتها مسيرة تظهر طبقات سميكة من الجليد والثلج حول شلالات نياجرا جراء الطقس شديد البرودة الذي يضرب أمريكا وكندا.